طيب استاذ بلال، انا الحقيقه عايزه اختم مع حضرتك فيما يخص قطر وما اعلن من امس. يعني بالامس احنا اتكلمنا عن قطر والدور الحقيقه المشبوه دائما اللي بتقوم به في دعم الارهاب في الدول العربيه، وطبعا دورها في مصر الحقيقه حدث ولا حرج. امبارح كنا بنتكلم هنا في البرنامج عن مثلا يعني عدد من المواضيع والفضائح الخاصه بالنظام القطري، زي مثلا شركه العلاقات العامه الفرنسيه اللي هم لجأوا اليها، وطلع بعد كده انه كان في هذه الشركه كان ليها دور الحقيقه مشين في سوريا. اتكلمنا عن ايضا عزمي بشاره والجمعيه اللي عملوها معاه في لندن، واللي هي في شبهات ان هي جمعيه تجسس ايضا يعني، وليست جمعيه طبعا خدمات اجتماعيه على الاطلاق. اتكلمنا عن ان باترسون والوظيفه الجديده اللي ادوها لها طبعا تقديرا للخدمات الجليله اللي قدمتها لهم قبل كده لما كانت هنا في مصر سفيره امريكا. اتكلمنا عن احمد الرميحي كمان وكشفهم خلاص للعلاقه امام الجميع بعد ما كانوا بينكروا يعني العلاقه رسميه مع احمد الرميحي. لو تقولي سريعا وعشان نختم بهذا الكلام، تقييمك ايه لكل هذه الامور وما اعلن بالامس؟ احنا عايزين نواجه كلامنا للشعب المصري ونقول ان قطر والاخوان كهتين، يعني قطر والإخوان تقريبا واحد. مصالح قطر مرتبطة بالإخوان ومصالح الإخوان مرتبطة بقطر. طبعا هم قطر كان لها دور مشبوه كبير جدا فيما يتعلق بتدريب الولاد اللي هم راحوا درسوا في أكاديمية التغيير في لندن وادتهم فلوس. قطر كان لها دور كبير جدا مع جماعة الإخوان. قطر ساعدت محمد مرسي والوصول للسلطة وجماعة الإخوان. قطر دعمت كل ما هو في صالح جماعة الإخوان حتى تصل للسلطة. احنا بنتكلم عن دولة مارقة. جميع قضايا العنف والتطرف التي نجحت أجهزة الأمن المصرية وجهات التحقيق المصرية في التحقيق فيها، كل ما تعلق في بالكامل بلا استثناء كل ما تعلق بقضايا العنف في مصر فيما بعد فرض اعتصام 4، قطر متهمة فيها بالتمويل. كل ما يتعلق بقضايا العنف في مصر بعد فرض اعتصام 4 تاني، الاعضاء فيها جماعه الاخوان. عشان ما حدش يجي يقول لي مين هم الولاد دول، لا، العيال دول اخوان، التنظيمات دي اخوان. طيب مين اللي بيمولهم؟ قطر. طيب قالوا الكلام ده فين؟ قالوا الكلام ده في التحيات. ندي مثل، احنا بنقول ان عزمي بشاره كان ليه دور كبير جدا فيما يتعلق بالمركز اللي عامله جديد، هو ليه المركز العربي وليه دور مشبوه في لندن وليه دور مشبوه في فرنسا. احنا بنتكلم في عزمي بشاره لوحده استطاع تمويل أكثر من 150 مركز ومنظمة حقوقية موجودة في فرنسا، بس بكام؟ بستة مليار يورو. كل دول بيعملوا إيه؟ هما بيعملوا حاجة يعني بيستعبطونا، يعني بيستعبطونا كالدولة المصرية، بس طبعا احنا صاحيين وفاهمين وعارفين هما بيعملوا إيه. يقوموا جايين عزمي بشارة عنده المركز العربي للدراسات، يقوم جاي عزمي بشارة طبعا ده فلسطيني ومعاه الجنسية، يعني فلسطيني من عرب 48 مع الجنسية الإسرائيلية، وبيشغل مستشار لتميم حاكم قطر. فعزم بشارة المركز العربي بتاعه اللي بيموله تميم حاكم قطر يطلع تقارير في الاقتصاد وفي السياسة، والتقارير دي عامل بروتوكولات تعاون مع بلومبرج، نيويورك تايمز، الجارديان. طبعا قطر اشترت اكتر من 75% من اسهمها مع الصحف دي. فالتقارير اللي عزم بشارة اللي بتمولها قطر بتنشر في وسائل الاعلام دي، وبتنشر في المراكز اللي انا قلت عليك عليها اللي موجودة في روما وموجودة في باريس. وبناء عليه التقرير اللي هو عاملها بايده بتتنشر في وسائل الاعلام. احنا طبعا نعمل ايه؟ التقرير اول ما يجي نقول لك الحق، ده نيويورك تايمز بتقول علينا نقلا عن تقرير عزم بشاره. ايه ده؟ هو الاخوان بيقولوا علينا واحنا نصدقهم؟ احنا بنقول مش هنصدق الاخوان تاني، لان دول جماعه متطرفه هدفها الوصول الى الحكم بطريقه عنيفه. هم كانوا عايزين يشكلوا جهاز مخابرات موازي اخواني، جهاز شرطه موازي اخواني، قوات مسلحه اخوانيه. طبعا الشعب المصري ما رضاش بيحصل بالكلام ده. وفيما يخص ان باترسون بقى سريعا، ان باترسون طبعا علاقتها كانت قولا واحدا كانت علاقتها مباشره مع صانع القرار الاول بجماعه الاخوان وهو خيرت الشاطر. كانت دائما الحضور في واحد شارع مكرم عبيد، ده اللي هو اول شارع مكرم عبيد في مدينه نصر، ده مكتب خيرت الشاطر. كانت دايما صنع القرار كان بيحصل هناك، وزاره مكتب الارشاد كتير، بس طبعا القرار كان موجود في مكتب خيرت الشاطر في اول شارع مكرم عبيد في مدينه نصر. فحتى كان ليها
قبل 30 يونيو لما الشعب المصري نزل قدام وزارة الدفاع في 26، فكان لها زيارة شهيرة وراحت زارت خارة الشاطر وتكلمت معاه وقالت له التعليمات، وفي نفس الوقت طبعا كان لها علاقات مع مجموعة من السلفيين من أجل الاستمرار في الاعتصام في رابعة حتى الضغط على الدولة المصرية والاستمرار في الضغط على الدولة المصرية والاعتصام في النهضة من أجل لي زراع الدولة المصرية. كانت طبعا لها علاقات مع محمد البلدي، وبناء عليه هي خرجت من مصر كسفيرة لأمريكا في مصر، وتولت رئيسة المجلس الأعمال المصري، رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي القطري. إذن الموضوع واضح زي الشمس. تمام. قطر ليها أزرع كبيرة بتستخدم قناة الجزيرة لترويج إشاعات وفتن للدولة المصرية، بتستخدم الإفتاء عن طريق المشايخ اللي موجودين في اتحاد علماء المسلمين للطعن في الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اللي احنا بنشكرهم على وجودهم وعلى التقارير اللي بيطلعوها والتقارير اللي بيطلعوها ضد الكيانات والأفراد الداعية الإرهابية الموجودة في قطر.